وبعد ذلك وإهداف التحسن ونتطرق إلى أهم النتائج. إنجاز جديد سجله ذو الإعاقة في سوريا بمناقشة الطالبة هدى هيثم محمد أول رسالة ماجستير بلغة الإشارة وحصولها على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، وبمساعدة المترجمة فرح التل التي ترافق محمد تطوعا، عبرت الأخيرة في لقاء خاص مع سانا عن سعادتها لكونها أول طالبة من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية تنال هذه الدرجة العلمية. إنه يلقي الضوء على المشكلات الاجتماعية والسلوكية عند هدول الأشخاص، هذا هالشي بيزيد الوعي عند مشان التعامل مع هي الفئة. ممكن نتيجة هذا الشيء يتصمم برامج إرشادية كرمال يتم التغلب والتخفيف من هي المشكلات بحال طلعوا عليها المعلمين. هدى من صغرة وهي عندها إرادة وتصميم أنها تدرس وأنها تتعب على حياتها وأنها تحقق الأمل، هي راسمتهم هي صغيرة. هدى متزوجة من أصم، أيضا عم يتابع دراسة الجامعية، عندها بنتين طبيعيات الحمد لله، كثير بتعاونوا مع أمهم تلبية حاجاتهم، بتواصلوا معها. وبعد مناقشة الطالبة تم منح الطالبة هدى هيثم محمد درجة الماجستير في الإرشاد الاجتماعي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وعلاقة الدراسة.